وأنا متشوق زيكم أن أنا أسمع كلمة تعليم من نيافة الأنبا في لوباتيش. تفضل سيدنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دار الدهور كلها أمين. نجتمع اليوم يا أحبائي في رفع هذه الذبيحة المقدسة تذكارا لمرور عام على نياحة أبونا الحبيب أبونا ماكسيموس عزيز كاهن هذه الكنيسة. وبداية باسم كل أفراد العائلة أتقدم بخالص الشكر والعرفان لنيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الذي كان يظهر ويظهر حتى الآن محبة خاصة لأبونا الحبيب المتنيح أبونا ماكسيموس ولكل أفراد الأسرة، كما نشكره على محبته وسماحه لنا بالمشاركة في هذه المناسبات التي تخص نياحة أبونا. ونتقدم أيضا بخالص الشكر إلى كل الأباء المطارنة والأساقفة الذين أرسلوا لنا تعزيات بأشكال مختلفة وأوفدوا بعض من الأباء الكهنة، كما تقدم نيافة الحبر الجليل أنبا مكاريوس ورحب وشكر بكل الحضور. ونشكر أيضا شكر خاص نيافة الأنبا أرمية وقناة ميسات التي تفضلت وتعبوا في نقل هذا القداس. الحقيقة يعني أنا بتذكر قبل ما أتكلم في إنجيل اليوم الشخص أبونا ماكسيموس الحبيب، وكان شخص فرحا ومفرحا. يعني الصفة الغالبة دايما على أبونا ماكسيموس أنه كان دائما فرحا، وكان حتى آخر ألامه وأتعابه واللحظات الأخيرة لم يكف عن رسم الابتسامة على وجه كل الذين حوله، حتى الطاقم الطبي في آخر لحظاته كان أبونا ماكسيموس هو أبونا ماكسيموس، يعني بفرحته وابتسامته. ولذلك لا أجدها صدفة أن ينتقل في عيد الأفراح والبهجة عيد القيامة المجيد العام الماضي ويأتي تذكار الأربعين مع عيد صعود ربنا يسوع المسيح. وحينما نقيم التذكار الأول اليوم، هو طبعا كل سنة غالبا يكون في الخمسين، كل كام سنة لما يجي مش في الخمسين، لكن النهاردة في التذكار الأول يجي إنجيل التجلي. وإنجيل التجلي كما تعلمنا هو حالة من حالات استعلان الملكوت أيضا، عشان كده هو جاي في أول سبت بعد عيد القيامة. فأشعر أن هذه المناسبات التي ارتبطت أو تزامنت، يعني بالأكثر تزامنت مع تذكارات ومناسبات الخاصة بنياحة أبونا ماكسيموس بترتيب وإرادة إلهية مباركة. اليوم بنقرأ إنجيل التجلي، لكن النهاردة مش عيد التجلي، لكن بنقرأه علشان زي ما أنا قلت هو استعلان الملكوت. وهو المسيح قبل الصلب والقيامة: إن ذهبت أعد لهم مكانا. فالكنيسة بتقرأ لنا النهاردة إنجيل التجلي كحالة من حالات استعلان الملكوت الذي أعده السيد المسيح بموته وقيامته. احنا بنحتفل بعيد التجلي في 13 مصرة في التاريخ القبطي، من كل عام 13 مصرة، وهو من الأعياد السيدية الصغرى السبعة. وزي ما حضراتكم عارفين احنا بنحتفل بسبع أعياد سيدية صغرى وسبع أعياد سيدية كبرى، من ضمن الأعياد السيدية الصغرى عيد التجلي. وكلمة عيد سيدي جاية من السيد، فهي أعياد متعلقة بالسيد، تخص السيد المسيح. عيد البشارة، عيد دخوله الهيكل، عيد دخوله مصر، عيد التجلي إلى آخره، غير أعياد القديسين واللي بتحتفل بها كنيستنا. لكن الأعياد اللي تخص المسيح تعرف باسم عيد سيدي، سبعة كبار وسبعة صغار، ومنهم
عيد التجلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم النهاردة بنقرأ عيد التجلي، قراءة عيد التجلي، إنجيل التجلي يعني. لكن عيد التجلي بنحتفل به أو حادثة التجلي بنحتفل بها كعيد في 13 مصر. وفي التجلي بيذكر معلمنا القديس لوقا الإصحاح التاسع، ونقرأه أيضا في إنجيل القديس مرقس الإصحاح السادس. بس أنا عايز ألفت نظركم أنه في إنجيل القديس مرقس لما بيبتدي بيقول بعد 6 أيام، في إنجيل القديس لوقا يقول بعد 8 أيام. بعد إيه؟ بعد الحوار اللي كان دار واختتم به الإصحاحات السابقة. يعني في إنجيل القديس لوقا اختتم الإصحاح الثامن بالحوار اللي دار، والمسيح قال للتلاميذ قوم من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله آتيا بكم. نفس الحوار في إنجيل القديس مرقس، بس بيجي القديس مرقس يبتدي قصة حادثة التجلي بعبارة بعد 6 أيام. إنجيل القديس لوقا بيبتديها بعد 8 أيام، والاثنين مفهومش مشكلة خالص. الفكرة كلها في طريقة الحزبة. أنا ممكن أقول النهاردة السبت، ما بين السبت والاثنين يوم واحد اللي هو يوم الحد، فهو يوم. لكن ممكن واحد تاني يحسبها 3 أيام، سبت وحد والاثنين، فيبقى 3 أيام. هي نفس الطريقة بالضبط. القديس مرقس بيحسب كعادة القديس مرقس، للي دارس في الكتاب هيعرف أن القديس مرقس يميل إلى الدقة الشديدة جدا، فهو يحتسب ما بين الحدث، ما بين الكلام وما بين بداية الحدث الأيام اللي بينهم، فبيقول بعد 6 أيام. القديس لوقا بيجمل، ف8 أيام حاسبا الحوار ويوم التجلي وال6 أيام اللي بينهم، فيبقوا 8 أيام. فما فيش خلاف طبعا نهائيا، ولا نجد أي مجال لأن يكون نقدا يعني. فبعد 8 أيام أو بعد 6 أيام أخذ السيد بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل، بيوصفه أيضا كسمورس جبل عالي في التقليد، يعني بيذكر أنه جبل طابور. لكن بعض العلماء والدارسين بيجدوا أو يميلوا إلى أنه جبل حرمون. لو قلنا جبل عالي من جبال أورشليم، هو جبل حرمون أعلى، لأنه ارتفاعه 9200 قدم، فجبل طابور 1000 قدم. فلو احنا قلنا جبل عالي، ولما يذكر عالي أكيد شاهق الارتفاع، فلبعض العلماء لكن حرمون، الطابور، الزيتون، أيا كان الجبل، بهذه الحادثة صار اسمه الإنجيلي واسمه الكنسي واسمه الذي حفظه التاريخ المسيحي هو جبل التجلي الذي شهد هذه الحادثة. أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى الجبل، وبدأت تتغير هيئته وبيض ثيابه، وهم نفسهم التلاميذ استيقظوا زي ما بيقول القديس لوقا في النص اللي سمعناه، ورأوا مجده والرجلين اللذين كان واقفين معه. وبعدين بطرس ابتدى يتكلم ويقولوا نصنع 3 مظال، واحدة لك، واحدة لموسى، وواحدة لإيليا، ويعلق الكتاب وهو لا يدري ما يقول. وهو في الجسد لا يدرك الأبعاد التي أمامه، الملكوت لا يستطيع أن يدرك ولا يستطيع أن يفهم كل هذه الأبعاد ولا هذه الحالة من التجلي العظيم. سيد المسيح له كل المجد، يشاء أن يرى تلاميذه هذه الحادثة، حادثة التجلي، لأسباب، لكن منها سببين منطقيين واضحين جدا. السبب الأول أنه تكلم عن ألام وموته، والإنسان ضعيف، وكل واحد فينا ممكن يختبر ده، أنه يجد أو يتلامس مع نعمة الله كثيرا، ويرى من نعمة ومحبة وعطاء بل وأمجاد الله يرى كثيرا. لكن
ممكن مع حادثة بسيطة تجد ضعف الإيمان، وتجد أنه الأمجاد اللي شافها والنعمة اللي لمسها ما أصبحتش قوية في وقت الألم. لكن كان المسيح من حنان ومحبته أشاء أن يري التلاميذ مجد، قبس من مجده، نوع من الدعم ونوع من الاستعداد، إن هم لما يسمعوا ألامه ويشوفوها وصليبه ما يرتبوش، ويكون سبق وأراهم مجده، ثبات ليهم. والسبب الثاني إن التلاميذ هما بداية الكرازة، فشافوا وعينوا قبل ما ينطلقوا للكرازة، وعشان كده بطرس ويعقوب ويوحنا الثلاث تلاميذ اللي كانوا مع المسيح في حادثة التجلي، طبعا بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا اصطحبهم المسيح في أكتر من حادثة، زي إقامة ابنة يايروس، وزي بستان جسيماني، وزي حادثة التجلي. لكن نجد القديس بطرس وهو يشهد بذلك، قديس بطرس في رسالته وهو بيتكلم عن ما رآه، وبيتكلم بالأخص عن حادثة التجلي، فيقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب، زي ما في التجلي له اسمعوا. فالتلاميذ الذين رأوا حادثة التجلي وشاركوا فيها مع المسيح كانوا شهود عيان لأمجاده، عشان لما يروحوا ينطلقوا في الكرازة يقولوا زي ما قال القديس بطرس الرسول: من كنا معينين عظمته، ويشهد أنه أقبل عليه صوت من الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. والقديس بطرس يقول عن جبل التجلي: الجبل المقدس الذي تقدس بحضور الرب ببهائه ومجده. القديس يوحنا أيضا في رسالته الأولى وفي بدايتها يقول: هو شاهد عيان الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا، فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. مهم قوي أن تلاميذ المسيح قديس بطرس والقديس يوحنا يشهدوا بهذه الرؤية وبهذا الصوت. وإحنا في أمجاد القيامة، وإحنا مش محتاجين، على فكرة إحنا لما بنتكلم عن أدلة أحياناً عن القيامة بنتكلم من أجل الضعف، أو من أجل ضعاف الإيمان، أو من أجل من لم يقبل الإيمان. لكن القديس بطرس عارفين بعد ما قال كل ده، وبعد ما قال احنا شفنا ولمسنا، واي واحد فينا يقول ما فيش اقوى من ان انت تشوف وتلمس وتسمع بنفسك، لكن عارفين القديس بطرس يقول ايه: وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت. يعني عايز يقول ان كلمة الله عندنا اقوى حتى من ان احنا نعتمد على ما راينا او مثلا. عندنا الكلمه النبويه وهي اثبت، واحنا عندنا كلمه الله وهي اثبت، اللي بتخبرنا بامجاد المسيح وبقيامته، وبالايمان بها ننتظر مجيئه الثاني.
لكن واحنا بنتكلم عن أدلة لمن لا يقبل كلمة، من ضمن الأدلة اللي بنقولها واحنا بنقول التلاميذ الذين ذهبوا للكراز ومنهم بطرس الرسول يروح يكرز بقيامة المسيح وهو قد عاين هذا المجد زي ما كتب في رسالته، ويروح يكرز بقيامة المسيح وبعدين يتعرض للاضطهاد ويتعرض لأنه يتقبض عليه ويتعرض لأنه يقارب الموت والاستشهاد. لو أنا ما شفتش ولو أنا مش على يقين ولو أنا مش شاهد حقيقة على هذه الأمجاد، طب أموت ليه؟ ما أنا عارف أن أنا عايش في قصة أنا اللي مخترعها. ما هو القديس بطرس من شهود القيامة ومن شهود التجلي، وهو اللي قال رأينا عظمته. فلما يروح يكرز بيها والأمر يوصل بيه إلى موت ويتمسك بذلك، هو بيؤكد حقيقة ما كرز به. عشان كده بنقول من ضمن أدلة القيامة استشهاد التلاميذ الذين ماتوا على هذا الإيمان اللي كرزوا به، اللي اتهموا هم أن هم سرقوا الجسد. الاتهام الوحيد اللي قيل في اختفاء الجسد في القيامة التلاميذ سرقوا، فهم التلاميذ اللي راحوا كرزوا بالقيام وهم اللي ماتوا على هذا الإيمان وبهذه الكراز. فإذا كانوا سرقوا الجسد ما كانوش أبداً يثبتوا على إيمانهم حتى الموت، ولم يكونوا ينالوا هذه القوة اللي اختلفت من وقت الصليب اللي هربوا إلى وقت القيامة. عشان كده وجود التلاميذ وكرازتهم من الأدلة القوية جداً على هذه الأحداث. أنا هختم كلامي بثلاث دروس روحية في حادثة التجلي. أنا تكلمت لاهوتيا عن إثباتات حول المجد اللي ملتحف به السيد وبقيامته التي نحتفل بها، لكن أنا هقول ثلاث نقاط روحية مختصرة كدروس روحية في حادثة التجلي. الحادث التأمل الأول، التأملات الروحية نستخلصها من المعاني. تأمل الأول إن هم حين صعدوا على الجبل شاهدوا المجد، وحين نريد أن نرى مجد المسيح ونعاينه لابد أن نرتفع، نرتفع بأذهاننا، نرتفع بأرواحنا، نرتفع بفكرنا، نسمو عن الجسد، نسمو عن الأرض، ننحل من الرباطات المادية. ما نقدرش وإحنا ملتصقين بالأرض تكون لنا فرصة أن نعاين مجد المسيح. كل ما نتخلى، كل ما نرتفع عن الأرض، كل ما تكون لنا الفرصة أكبر أن يكون لنا الفرصة والنعمة أن نعاين مجده. النقطة الثانية والدرس الروحي الثاني هو الوصية اللي قيلت في ختام الحادثة: له اسمعوا، أو في الترجمة القبطية اللي سمعناها فأطيعوه، هذا هو ابني المختار فأطيعوه، طاعة المسيح. الوصية اللي ختم بيها الآب هذه الحادثة أو هذا الحدث الذي أظهر فيه مجد ابني الوحيد هي أن نطيعه. طاعة المسيح هي خضوع لمجده، طاعة المسيح هي الإيمان بلاهوته ومجد لاهوته. أفكركم بحاجة مشابهة في بداية الآيات التي صنعها يسوع في عرس قانا الجليل. كان تعليق الكتاب إيه؟ هذه بداية الآيات التي صنعها يسوع وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. في وصية اتقالت في معجزة عرس قانا الجليل، وقالتها والدة الإله العذراء الشفيعة في جنس البشر: كل ما يقوله لكم افعلوا. ونلاحظ أنه في الحالات اللي بيظهر فيها مجده الوصية اللي نسمعها إيه؟
اسمعوا له اطيعوه. إيماننا بطاعة بالمجد المسيح يترتب عليها طاعة. لو أمنتم بهذا المجد النتيجة الطبيعية أنكم تعيشوا حسب وصيته. درس الثالث والأخير هو درس تنبيه من التلاميذ نفسهم. أنا قلت في البداية أنه المسيح أظهر مجده لتلاميذه دعما لهم قبل الصليب، لكن للأسف وقت الصليب أيضا هربوا ما كانوش موجودين. فهي درس تنبيهي أنه لألا نكون مثلهم، أن في الأوقات اللي بيتمجد فيها المسيح وبيتمجد معنا في كل وقت حتى في الألم، بالعكس ده الألم عربون مجد إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد. لكن لو إحنا بمقياسنا البشري في الأوقات اللي بيدينا ربنا، في الأوقات اللي بننال منه ونبقى فرحانين وحاسين بعطيته، تعالوا بعد شوية لو سمح لينا بتجربة هنلاقينا قلبنا. التلاميذ عملوا كده، كانوا معاه في مجده في جبل التجلي وعاينوا عظمته شاهدوا بيها بعد كده، بس جه وقت الصليب تخلوا وهربوا وضعفوا. وده ضعف في البشرية، ان احنا دايما عايزين ناخد، دايما عايزين المسيح عطاء، دايما عايزين المسيح اللي يلبي رغبتنا اللي يظهر مجده، دايما عايزين ده. لكن لما يجي الوقت الصليب مش عايزينه وبنهرب منه. لكن المسيحية وقصة المسيح تعلمنا الدرس، لن يكن ولن يكون هناك قيامة إن لم يسبقها الصليب. الصليب سبق القيامة، لم يكن هناك قيامة لولا أن كان الصليب. فدرس الثالث اللي أنا أقصده أنه ما نبقى زي التلاميذ في الموقف ده، أن احنا بنشوف المسيح في مجده نفرح ونتبسط ونؤمن ونثبت، لكن مع بعض الآلام والاضطهادات والمتاعب، إن كان في بعض الأحداث الفترة دي تكررت ورا بعض، فحين نسمع من ولادنا ليه ما فيش ليه الصليب، الصليب والإيمان المسيحي يجعلنا دائما مهما حدث على إيماننا، بل بالعكس إن الآلام والمتاعب تزيد الأقوياء إيمانا. المسيح إلهنا له كل المجد، ونحن نحيا في قيامته أيام 50 المقدسة المبهجة بقيامة رب المجد. يجعلنا نؤمن بأن أحبائنا الذين فارقونا وتركونا فهم قد ذهبوا ليحيوا في هذا المجد إلى الأبد، تشجيعا وقدوة لنا لنكمل إيماننا ولنثبت إلى النفس الأخير حتى نكون معهم في مجد إلى الأبد. إلهنا له كل المجد والكرامة في كنيسة الآن إلى الأبد. أمين.